دكتور الفايد ولت عاودنا السواري لا الحليب بلاتي نور صور صور اخو صور هات صور الحليب هذا لا الحليب اللي ما كانش الحليب والله ما يدخل لنا حتى اودي انا هادو نتي هضروا على الفايد ولا ما الفايد اودي هذاك الدكتور الفايداني اللي جينا نهضروا في الواقع انا بحال شفتو شي شويه بحال تقريبا بحال تسطى لانه باش دخلت بديت تهضري على الله على الله سبحانه وتعالى وتهضري على الاسراء والمعراج وتهضري على رمضان يعني راه اكثر من تسطيع ما عمرش شي واحد تيقول لهم السماء عباره عن دخان كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يدق الباب ديال السماء الاولى وهي عباره عن دخان ها وكيفاش هو انا نجاوبوا على هذا السؤال حنا راه ماشي تنتعير ولا شي حاجه وكيفاش هو يوسف عليه السلام لا حور كفر بالله يون هذاك ابراهيم عليه السلام لا حور كفر بالله وسط العافيه وما تحركش وكيفاش مريم العذراء ولدات بلا ما يقيسهاش الراجل وكيفاش موسى قسم البحر بالعصا بعصا قسم البحر ها هذا هو يا الله هو بغى تجي هذه الفكره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم دق في السماء العليا عباره عن دخان ما يمكنش له حقا راه هو داك الشيء تاع الفيزيك انا ما متفقش معاه وما نكذبش عليك وتنصح المغاربه كاع ما يتبعوه راه ماشي تنعاير ولا شي حاجه على حقاش الحاجه كاع اللي تخص الله والدين والقران هو ولا تيقول لهم انا نفسر لكم القران باش نرضي امريكا ولا باش بغى يرضيه هو علاش كون هو من هو القران راه صالح لكل زمن وما كان وتيقول لي ما كاين تعاليم عندنا في المغرب تعاليم ما كاين عندنا في المغرب ها هو اللي عالم فراه الدراري الصغار كاين اللي عنده 24 سنه عنده الماستر في الطاقه الذريه وفي النووي راه غير هذاك مصطفى البرادعي اللي في مصر رئيس الطاقه النوويه والذريه ديال العالم هو عمرو قال شي كلمه خايبه على الله ولا على القران هذاك الشيء كلشي كذوب انا ملي سمعته تيطعن في العلماء ما نكذبش عليك وتيطعن في الاسراء والمعراج وقال لك ما كاينش الجنه ما كاين النار اذا هذاك راه حمق منين جاب هو هذه المعلومات اقسم لك بالله داك الشيء اللي قاري انا ما قاري هو قسما بالله رغم انني راني تنتمي غير لواحد المدينه بسيطه لكن تنسحب انا في الاول شي انسان اولا هذاك السيد طرات ليه شي حاجه مؤخرا اولا لا هو ولا تيدخل يخرج في الهضره صح ملي تتولي تطعني في القران وتطعني في الرسل وتطعني في العلماء وقال لك ما كاين حتى شي عالم هنا في المغرب كاع هو يجاوب واحد السيد من عندنا من فم العنصر هذاك حفو لا تسمعي فيه هذاك وهذاك راه اكبر عالم عندنا انا مؤلف الكتبات وتجاوز هو ذاك محمد حسن اللي مؤلف كتب قداش توحلي غا في اللغه وغا في الفصاحه ديالو لا هادشي ما متفقش معاه عليه اما بالنسبه للكوليسترول ما كاينش فيه في المعازي فيه واحد النسبه مئويه قليله بزاف بالمقارنه مع القلمي ومع البقري المعزي اللي تيكون عالف تيكون فيه الكوليسترول ولكن ماشي بواحد النسبه ثاني بزاف بحال قلتي شي 50% وهذا غادي تقدر تكون فيه نسبه بشي 6% ولا 7% ولا ما تقولش المغاربه انا شي نهار نجيب لك الناس اللي فيهم السكر ونجيب لك الشوايد ديالهم ونعبروا لهم اللحم ونصورهم وياكلوا هذا اللحم ونشوفوا النتيجه فهمتينا الاخو الناس من هنا فيهم مرض مزمن تاع السكر كاين اللي فيه 2 غرام والله الا تيجيو يتقداو اللحم تياكلوه كاين واحد السيد هو تيصفي كاع تيجي عرفتي اخويا النواس اسمي السميه ديال هذاك الراجل واحد السيد تيجي من بني من والله الا تيصفي ديالي وقال لك والله ما ناكل بحال هذا المعز اللي ديت من عندك ما كانش شي جهه وتيجي مسكين وتيدي منه من عندنا وراه باقي لحد الساعه هذه تصور الحليب هذا لا الحليب اللي ما كانش الحليب والله ما